وإنما شرع الصوم حتى نتقي الله عز وجل. تذكر هذا يا عبد الله، تذكر هذا وقس تقواك وانظر في تقواك وانظر في حالك. هل إذا دخل رمضان اتقيت الله عز وجل؟ هل ازددت تقربة من الله تبارك تعالى؟ هل قللت من السيئات وأكثرت من الحسنات؟ هل صمت صوما ترجو له من الله عز وجل ثوابه وتحتسب عند الله؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا مؤمن أن هذا الأمر مشروع، كتبه الله، يحبه الله، قرب إلى الله، ومحتسب الأجر والثواب، يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، لعلكم تتقون. فلذلك يا أخوة الكرام، الصوم مشروع وواجب على المستطيع القادر الحاضر الذي ليس عنده من الموانع ما يمنعه من الصوم. والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو مأمور، قد أمرنا به وهو مكتوب علينا. وكذلك